قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرايحة، حلقة جديدة بعنوان حياة الرهبنة تاريخها ورسالتها في المسيحية. وقد استضاف البرنامج عبر اتصال هاتفي كل من الدكتور جلال فخوري والأخت الراهبة مريان وكيم من لبنان. وقد دار حديث الحلقة حول الرهبنة والكهنوتية والنسك والفرق بين هذه المصطلحات ومعانيها، فإلى هناك. بالنسبة لموضوع الحياة الرهبانية، يعني إذا بدنا نحكي تاريخ ونقول من أين نشأت، طبعا هي الحياة الانعزالية، طبعا كانت من بداية الإنسان. الإنسان بطبيعته لما بده يختلي بحاله، يفكر بأمور حياته، بيفكر بروحانيات أو بيفكر قبل ما يعرف ربنا وقبل ما يعرف الديانات اللي نشأت، كان يختلي بحاله ويطلع على الجبل يمشي بين الطبيعة، يقعد لوحده. هي طبيعته الإنسانية، اللي هو لما بيحتاج أو بتعب أو مثلا يحتاج يفكر بموضوع معين كان يعزل نفسه، يذهب للطبيعة، يمشي، يتسلق جبال، يراقب الطبيعة. فهذه فكرة التزهد أو فكرة الانعزالية، يعزل حاله عن الحياة الصاخبة، من متاعب الحياة، يطلع يوم يومين ثلاث على البراري ويعاود يرجع يكون مثلا صفى ذهنه وصفى نفسه وصفى فكره وقراراته. من هون هاي طبيعة بشرية، يعني موجودة موضوع الرهبنة أو موجود الفكر. نعم، أو المبدأ تبع الرهبنة. الرهبنية ليست، أولا نقول، ليست بدعة مسيحية. نعم. وليست اختراع أتى به المسيحيين. فكرة الرهبنة بمعنى النسك لأجل الله، الخلوة الروحية، الابتعاد عن العالم، السكون، هاي العناصر الرئيسية، الفقر، العفة، هاي العناصر كلياتها. مثل ما حضرتك حكينا قبل الهواء، انه هاي وجدت بكل الجماعات البشريه، بكل الديانات قبل المسيحيه. نعم. كان عندهم هاي الفكره، ولكن طبعا كل بفلسفته وكل بقانونه وكل بطريقته. ولكن نحن ابناء الشرق عايشناها منذ العصور الاولى للمسيحيه، يعني بعد العنصره شاهدنا كيف انطلقت الجماعات المسيحيه. في رهبانيات كالكرمليات مثلا، روحانيتهم منتشرة انه هني ما بيشوفوا ناس، يعني احنا حتى ككهنة لما نزور الأجر هنا من خلف الجدار، من خلف الشباك، بيحكوا معنا، عايشين حياة الخلوة مع الله. واحنا حكينا انه هاي الخلوة لا تتم الا من خلال عدة مراحل وصولا لمرحلة العزلة واللقاء الحي مع الله تعالى. نعم. اذا لم تكن الرهبنة هي سر من اسرار الإرادة الإلهية في الحلول في الإنسان. نعم. أي أن الله حينما يحل في الإنسان يبعث روحه القدوس إلى هذا الشخص أو ذاك أو هذه الستة أو كذا ليصبح لأن الكهنوت والرهبنة هي إرادة إلهية ونداء إلهي وطلب إلهي، مش على كيف الإنسان إنه بدي يصير خوري أو بدي يصير راهب. لأنه في دعوة إلهية. اثنين، السؤال الثاني، إنه عندما تصبح الإنسان من الروحانية وترك الجسد وأهواء الجسد ورغبات الجسد والحياة المادية على الأرض، عندما يصل إلى الروحانية يصبح ناسك. نعم. والفرق بين التنسك والرهبنة هي أن الرهبنة تستطيع الراهبة أو الراهب أن يعيش مع مجموعة من البشر في حين أنه يعني تتكيف مع المجتمع، في حين أنه الراهبة أو الناسك لا يستطيع أن يجاري الناس، لأنه يجب أن يكون في خلو تام مع الله. نعم. بالنسبة للحياة الرهبانية، هي حالة أو يعني طبيعة حياة بيعيشها الإنسان الأشخاص معينين ربنا بيدعيهم. هلأ بحكي شوي كيف الدعوة. نعم. ومثل ما تفضل أبونا جورج قبل شوي، حكي عن التأثير الظرف التاريخي، الاضطهادات يلي أدى لتأسيس رهبنة. ونحن رهبنتنا من هذه الرهبنات يلي تأسست بفترة اضطهاد بالشرق، وقت اللي صار في قصص بالكنيسة بين شرق وغرب، ومين بده يتبع روما، ومين تمفوت كتير بهذه القصص التاريخية.
بهذا الفترة كمان كان في اضطهاد بالشرق وخاصة بالشرق الأوسط ببلاد الشام، فرهبات بيجوا من دير صيدنايا اللي كانوا محصنات، بعده لهلأ دير صيدنايا محصنات، بيجوا على لبنان وبمنطقة جون بالشوف بيتبعوا البطرك، هو كان مخلصي راهب، يعني كانت الرهبنة المخلصية الرجالية موجودة من قبل، فشوي شوي صار في قوانين، صار في رهبنة، صار في عدد يفوتوا، كان محصنات هيدا اللي قبل شوي كيف كانوا الكرمل. كان أغلب الرهبنات الشرقية أغلبيتها كانوا دايريات أو محصنات بالدير، شغلهم كله بداخل الدير، بس وقتها اللي بلشنا بعد المجمع الفاتيكاني الثاني وبلش شوي في الانطلاق للرسالة وللخدمة وللعمل خارج الأديرة، صار في تجديد للرهبنة، وخاصة هذا الشيء اللي طرحه المجمع الفاتيكاني الثاني بالوثيقة الحياة المكرسة، طرحوا انه لازم يصير في هذا التجديد داخل الرهبنات، ومن وقتها صار الانتشار للرسالة خارج الدير، أكثر كان العمل بمدارس، بمياتم، بمستوصفات، يعني مع الأشخاص يلي بحاجة يمكن أكثر للرسالة.